ناري حسن ما نكتش يخلعوش ناري شو كيش يدير What the fuck ناري شنو هذاك الشيء يو وليس بسايكوز فين اخوش يسابا مرشي حنومات وكدك شي اللي بغيش السايكوز نتمنى انكم تكونوا بخير الخوش والله يجي توحشكم I miss you so fucking much وتوحش السايكوز ندير لكم فيديوهات ديال الجنون بحال هكا فمشينا رياكشنز وداك الشيء اللي تيخلع وقبل ما نبداو السايكوز الفيديو ديال اليوم عندي لكم شي هضره خصني نقولها لكم ضروريه بزاف منكم ما عجبهمش البلان ديال الافلام القصيره اللي وليت كندير ولكن شوف بالرجوله انا كنعرف الممثل وبغيت نبقى ندير افلام مره في الشين ضروري فهمتيني يعني السايكوز الرعب غادي يبقى فلوقات السيري ديال النهار في شكل راه غادي ترجع وغادي تبقى حتى هي في الشين اساسيه ولكن غادي يكونوا حتى الافلام القصيره لحقاش انا كنعرف الممثل وكنبغي ندير افلام قصيره بالرجوله الدراري والدريات سو بالرجوله السايكوز نتمنى انكم تكونوا موافقين على هذا البلان هذا وانا في سو ماتش والله تتوحشكم عاد تتوحشكم لواحد الدرجه اللي بزاف وتوحش ندير بحال هاد الفاكين فيديو ونبقى نقول لكم فاكين فريكين فاكين فا ونبقى نغوت لكم اوف كورس ها توحش الغوات ولا لا نعم كنصور خلعتيني والله يجي خلعتيني المهم السايكوز بلا ما نطول عليكم بزاف نبداو بالفاكين فيديو ديال اليوم صور الفيديو غادي يكون طويل جيبوا شي حاجه تقصيوها ديروا لي زياد وما يكون معاكم حتى شي واحد في البيت وطفيو الضوا وجهدوا الصوت كامل ويلا نبداو الفاكين رياكشن اورايت سايكوز نبداو بالفاكين رياكشن فيديو 1 2 and freaking fucking 3 What's up guys I'm Parker and this is my cameraman Chester هاد الزوج هاد والله تتوحشهم حق الرب حماغ دمو We received an email from a 53-year-old mother. Okay, في الفيديو هذا جاهم واحد الميساج من عند واحد المرأة عندها 53 عام, okay? Named Catherine. سميتها كاثرين. Oh, كانت ناضية ملي كانت صغيرة بالرجولة. She's concerned that there's something horribly wrong with her husband. هاد المرأة هذي اكتشفت باللي كاين شي بلان ماشي هو هذاك كيوقع لراجلها. Catherine says that earlier this year, her husband joined a men's club which believes in enhancing the body through physical transformation. قالت لنا باللي راجلها دخل مع شي جروب ديال الرجال بحال هكا 20 ولا شي حاجه بحال هكا كيامنوا باللي كيقدروا يديروا تحولات في الجسد يعني بحال غيديروا لك يتقطع ولا What? Catherine says that since he joined this group, her and her daughter have noticed changes with his body and behavior. من نهار راجلها دخل مع هاد الرجال هادو اللي شي امنوا بهذا العجب هذا، هي وبنتها لاحظوا باللي راجلها بداو كيطراو ليه شي تغيرات في الجسم ديالو وفي التصرفات ديالو. She says her husband now has a horrible rotting smell. قالت لنا باللي راجلها دابا عنده واحد الريحة خانزة. يعني فين ما كتشمو كتلقى فيه واحد الريحة خانزة. And his new skin and face have been scaring her and her daughter. والوجه ديالو والبشره ديالو ولات كتخلعها هي وبنتها. What the fuck شو طرا ليه؟ She sent us this video for proof. وتقدم هذا الفاكين فيديو كدليل على هذا الشيء اللي قالت. يا ربي السلام. اش داك الشيء؟ قالت لي راه كياكل شعرو. So today, we're going to head out to Catherine's house to see what's wrong with her husband. Let's go. اليوم غادي نمشيو عندهم للدار وغادي نشوف شنو واقع تماك. اوكي ها هما وصلوا للدار. ها هو كيدق. الباب باينه فيه قديم فهمتيني؟ هاي. هاي يا كاثرين. Catherine, right? Hi, we're here to come talk to you about your husband. Shh, please be quiet. Okay. Doesn't know you're coming. Okay, it's fine. We can be quiet. Let's go. Yes. Nice place here. ما عرفتش علاش كاع هادو اللي كيطرا لهم هادشي ديال الجنون والرعب كيكونوا كاع داك الاتات اللي عندهم في الدار كيكونوا مغطينو بميكا ولا بشي ملايه بيضاء ما عرفتش علاش السيرام الميكاج والله ما عرفتش علاش بر Okay, Catherine, thank you for letting us sit down with you. So, can you tell us exactly what's going on with your husband? قولي لينا شنو كيوقع بالضبط لراجلك. كتبكي. It started when he joined this group. He wanted the perfect body. قالت لي هذا الشيء بدا من نهار دخل مع هذاك الجروب ديال الرجال
كان باغي يكون عنده داك الجسد المثالي. What the fuck? After his first meeting, he came home. He didn't even have his car. It was like he walked home through the woods. أول نهار مشى عند هاد الرجال هادو ملي رجع ما رجعش بالطوموبيله ديالو. الطوموبيله ديالو ما عرف فين خلاها. رجع كيتمشى وداز من وسط واحد الغابة. Okay. The woods. الغابة. He walked in the front door. وصل للدار. And just locked himself in the basement. وحبس راسو في القبو داك القبو اللي تيكون لتحت داك اللي تيخلع اللي تيكون مهجور في اي دار اللي كنحطو فيه الربيج داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به دخل ليه هو يسد على راسو تما بالساروج. What? He locks himself in the basement all day. Sorry, what is he doing in the basement? قلت ليه راه حبس راسو في داك القبو ويقول لها شنو كيدير هو في داك القبو شنو كان كيدير ناري على شوفاه. I think he's doing surgeries on himself. كان كيدير عملية جراحية على راسو. What the fuck? What? Look at me. He doesn't look the same anymore. ولي 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 كيفاش هضر خدنا قلت ليه شوف فيا راجلي ما بقاش هو داك الراجل اللي كنعرف راش بدل. His body is cold and lumpy and the skin on his face looks like it's been pulled tight at the back. قلت ليه الجسد ديالو ولا بارد بزاف والجلدة ديالو ولات بحال تحيدات وعاوشاني ردها. والدراري what the fuck is this? Why would he do all this? You think he was like insecure about his body before? He was perfect before. قال ليها واش دار هادشي كامل زعما على وديش باش الجسم ديالو يولي احسن. قالت ليه راه اصلا الجسم ديالو كان ناضي ما عرفتش انا علاش دار هادشي. واو خوش عنده زاد بانيش اللقطه الناضيه من الاخر. Michelle, are you feeling okay in there? Come on. هما غادي يدخلوا عندها. Dude, this place is trash, bro. Where'd she go? What the fuck, ما لقاوهاش ولقاو البيت مرون وكاين بحال الدم تما فوق الناموسيه الا بان ليكم. Is she in here? Dude, look at her room. This place is trashed. It looks like there's like a struggle. A struggle with who? Dude, something is definitely not right here. Let's go back and try to talk to Catherine about this. البيت ديالها بحال كانت مطايفه مع شي واحد. ويا ترى انا عامل غير شكون طايفه من غير با اللي مسكون في ديك الدار ناري مشكلة. اوكي Catherine, your daughter wasn't in her room. Are you sure she didn't go to like a friend's house or something? What are you talking about? Michelle's upstairs. قال لي راه بنتك راه ما كانش الفوق. قالت لي اش كتقول انت يا راه بنتي كاينه الفوق. Alright, I mean, we didn't see her. There were some things knocked over in her room, too. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I didn't see her at all. It's definitely... Stop! Stop! Hi, are you the husband? المغامرة تنم هذا قال لي السلام واش انت هو راجلها انت هو بنت ميشيل اللي ما لقيناهاش واش انت هو واش اخونا كي كيخلع وات ذا فاك اصاحبي فادر خونا كي يمدغ شي حاجه شو كي داير اصاحبي وات ذا فاك وي جست ونت ان يور داغرز روم اند شي وازنت ذير شي نو وير شي كود هاف ونت بادر قال لهم راه مشات لواحد الرحله واه شو الام كاثرين باينه فيها مخلوعه بزاف تفاكش واقع هنايا مشى she's gone she's gone قلت لهم مشات يعني بادر لا شي حاجه راه ما مشات لا في رحله لا والو هذه راه باينه okay Chester and I are gonna set up some cameras do you want to just get ready for bed Okay, let's set up some cameras, okay? Okay. How am I going to put the cameras? Whoa! Guys, so we're going to set up some cameras. I'm going to put the cameras. Okay, come on. Dude, let's go try to put a camera in the basement, okay? Okay. دابا غادي نمشيو نحطو الكاميرا في القبو في البلاصه اللي كان مخبي فيها داك الراجل اوكي It's locked, bro. Look. القبو مسدود بالسناسل What the fuck?
lock on it. What was Hanuman's installation in that? Dude, this thing is locked pretty tight. I definitely cannot open this. Why would he lock his basement door with chains, dude? I don't know. Let's just put a camera outside of here. Okay, and watch the door. Okay. اوكي سو ما قدوش يدخلوا للقبو لحقاش مسدود بالسناسل سو حطوا تما كاميرا قدام الباب ديال القبو يعني اي حاجه دخلات ولا دخلات ولا دخلات ولا خرجات من القبو غيشوفوها هما في الكاميرا اش من بعد اوكي اوكي سو هير هازبند جست ونت تو ذا باثروم سو ليتس بوت ا كاميرا ان هيز روم الراجل كاين في التواليت سو هما غادي يستغلوا الفرصه وغادي يحطوا كاميرا في البيسي ديالو بلا ما يشوفهم هو فهمتي This room is creepy, bro. Hurry up, put the camera down. I want to get out of here. البيش خلعوا. ديك اللي دير مطاطر ديما مخلوعه قال لي خويا حط الكاميرا دغيا يلا نخرجوا بحالنا دغيا. I am just شنو هو داك الشيء؟ Why is this stuff wet? شي حاجه فازقه تماك. لا لا يا خونا خلع عليها صاحبي لا لا وجهو كيبان في الكاميرا. What the fuck? Huh? Dude, there's a hole here. What? Dude, stop looking around. It's rude. How deep is this thing? Let's see. دابا غادي يشوف شحال الغرق ديال هاد الحفرة هادي. What? Dude, why are you being so nosy? فوق عرفتي دابا لحال المكانة دابا خصك تسمع ديك المكانة تردخات مع الأرض باش يشوف شحال العمق ديالو المكانة تلاح الصوت ديالها ما تسمعش يعني ديك الحفرة غارقة بحال بلاش 2005 What are you talking about? Dude, there's a huge hole right here. Bro, this is an old house. There's probably holes all over the floor. I said, what the fuck is that? Alright, fine. Okay, let's go. Alright, let's put a camera in Catherine's room. دابا غادي يحطوا الكاميرا في البيسي ديال مراته كاثرين ديك الشارفه هاي كاثرين هاي كان وي جست بوب ا كاميرا ان يور روم ريل كويك ورا غير دخلنا وكتخلع شو جا كي داير هاي غير دخلنا وكتخلع بقى هذاك الوحش ولا داك الراجل ما عرفنا هو دابا السايكوز داك الشيء اللي شعجبكم الراب دابا غادي ندخلوا في الراب دابا خوتنا نعزو اوكي يا تفرجوا عليها يا رب السلام هذه الغرفة ديال كاثرين مراتو هذا الباب ديال القبو اللي مسدود بالسناسل وهذا هو البيس ديال باهم اللي طار ليه المشكل وات ذا فاك شنو داك الشيء اللي ناعس كتبان بحال شي جنية بحال شي وات ذا فاك يا ربي السلام اش غيوقع ما نعرفش What the fuck يا رب السلام والله ما فهمت شي حاجة What the fuck What the fuck نري عرفتي شو انا نقول لكم داكشي اللي فهمت هذاك خطنا اللي عنده داك الشعار ولا ما عرفنا هو داكشي هذاك بحال السكين مشى داكشي ديال فري فاير بحال السكين وداك الوحش لبس داك السكين صافي داك الوحش الكحل اللي خرج من تما يديه تيخلعو هادشي هو اللي فهمت شي حاجه اخرى ما نعرفش
Nani, shuki shidi? Ah, aye, tu khazash min skin. Aw ghadi rkb li skin, fhemtini? Jild al fuqaniya. What the fuck, asahbi? Oh shit! Oh my god! داكشي دابا معنا في الكاس قلت لك شي شي تسمع ليا بوم في ودنيا غادي عند الام غادي عند مراتو كاترين جبنا عندك ناعس بحال هكا وهاد الشيء جاي عندك وانت ناعس وكاميرا صورات وشتي النهار اللي مورا شفتي هاد الشيء شفتي راسك ناعس وهاد المخلوق جاي عندك بحال هكا شنو غتكون الرياكشن ديالكم انا عندي شي مصيبه انا لا راه شي خلع عشان خلعني انا قلت لك الحركه اللي شي يدير غريبه شويه راه رجعني واحد الحركه غريبه عاكم باش تكونوا فهمتوا انا مسخت الوالدي نعم نور شنو هذاك الشيء قاعد وات ودخل لي الفما ايوا هي دخل لي الفما ويفتح عينيها ناري مع شنو طرا لي هادشي هي Okay, so it's about 6:40 a.m. right now. Chester and I just woke up. Bro, I kept having this really weird dream last night. Yeah. Never mind. Dude, do you think we can get out of this house today? Dude, I mean, قال انا غادي نمشي نقاد البيسي والعباد انت سب فيا اخ كاترين كاترين اللي كلاش داك الشيء ديك الليله وات ذا فاك يا صاحبي اوكي جايز سو ام غانا جو ويك اب كاترين هو غادي باش يفيقها كاترين ار يو ذير كاترين حولي بحال شي حاجه شحال قد تماك باركر What? Dude, Catherine is gone. What are you talking about? She's gone. I was just in her room. If she's not there and everything's like tipped over. Yo, what's that noise, bro? قال لي راه ما لقيتهاش وبداو كيسمعوا هذا الصداع. Excuse me, Eugene, did you happen to see where your wife Catherine went? We went to your wife's room and she wasn't in there. Do you know where she is? دابا منيش كنت غادي نشوف شي مخلوق جالس بحال هكا في الطابله غتسول وغتقول لي خويا مراتك راه دزنا دابا للبيت ما لقيناهاش واش ممكن تقول لنا فين هي؟ What the fuck انا معاها نشوف معاها غنصب انت اللي ها غنصمك واش السميكه هي هذيك مخلوق على قدو غادي يقتل دين امو وانا علق في حالي اش ما نسول على مراته واسا قال لهم مشات في رحله كما قال لهم راه بنتي مشات في رحله قال لهم دابا مراتي مشات في رحله يعني هو كيدير لهم شي حاجه ولد الذين ولد الكلب باغي يسطيوني What the fuck? Dude, you gotta be joking me. We gotta get the hell out of this house. Dude, I know. I'm freaked out, okay? But hold on. What? Okay.
Okay, so there's obviously something horrible going on here. And what? Bro, I think we need to stay another night. What the fuck? الليلة اللي مشوف حنا راسيس مشي طرعت كل لعبات اللي رخصنا نبقاو ليلة واحدة آخر هنا نبيت عاو تاني معاد العجبة ده في الدار هذي. What? Here's the camera, bro. الكاميرا شهرسهم كاملين فمشي. Meat husk. شي حاجة غريبة مرسومة في هذيك الطابلة. Dude, come here. Dude, what are you looking at? Dude, I don't know what the hell this is. He's got this weird drawing over here. Bro, what are you talking about? What are you looking at? Look at this. Ah! Holy shit! Hi, sorry we're in your room. We were just looking for the bathroom. Fuck! Yeah, we got lost. I knew what you killed about. Is everything alright? قال ليهم شنو النوع ديال اللحم اللي كيعجبكم انا اندومي لحم البقري اندومي ديالي بوحدي اندومي رجع الرعب 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 Excuse me sir, what do you mean when you Dude! Bro, how the hell did that just happen? Dude, what? Is that his skin? His hand slipped off! Skin! Get out of here! Skin! Dude! I feel sick, dude. I wanna go home. Can we go home? Bro, come on. We gotta think about this. I'm not comfortable being here, being around this guy. I wanna go home too, dude. But the people who reached out to us and invited us here are gone. Bro, please! Dude, we're onto something here. يلا نشوف حنا تقول لا راه مرسو وبنتو محتاج للمساعدة ديالنا وتخرج بحالك تهبش من المساعدة والشحم ولا مخلوق غياكلكم انت باغي تعاونها واعتق راسك وسير انت The fuck سيداتي سادتي هاد خوتنا شنو داروا ما مشاوش لدارهم ولكن زادوا باتوا تما ليلة واحدة أخرى Yes نشوف شنو وقع Sleep alright? Get a long drive home in the morning Okay fine I can't wait to get out of here Okay Wow دابا السؤال دابا كون طرا لكم ماشي بصح واش غادي تزيدوا تنعسوا انا عادي فهمتيني الليله الثانيه يا ربي السلام هو عاوتاني نيييي على خوتها ياكل راسو What the fuck اس هي والله اللي كيتمشى بحال شي بنات المدرسة اللي كنقرا فيها والله اللي كيتمشى هو هذا كيتمشى احسن منهم اللي لاح فيها خونا المكانة هو تلاح فيها دابا What the fuck ثلاثة ديال الليل What the fuck شو واحد كيغني Dude
Wake up! What? Do you hear that? What the hell is that, bro? Yo, we gotta check that out, dude. We gotta get the hell out of here. No, let's see what this going. What that is, bro? ناري شو والله يتحس بلي غتوقع شي حاجة الأوادة بالرجول Dude, let's just go home. Dude, this place is really big. We shouldn't be down here. It's fine, dude. I think he's coming. ناري غادي يفتح الباب ديال امو ناري ما عرف شنو غيلقاو تما الدراري وجدوا راسكم Dude, why are you going in there? Oh. Dude, why is it so wet though? My pants are getting wet. What is this? Yo, move that plastic. لقى مونيكاس مربوطين بحال هكا جوج مونيكاس مربوطين ومعلقين تماك What the fuck? What the fuck? There's no wishes. I'm gonna shoot you with a gun. Man, catch him, Mac. محطوطين. What the fuck? What is this place? Dude, what the hell has this guy been doing now? What is that? Dude, wait. Stay here. Yo, come back. ناري حصل ما كنت يخلعوا شو شو وجه هذي كمشوه Hello? Catherine? ناري هذي كاثرين هذي مراجو Is that you? ناري شنو هذاك الشيء شنو هذاك الشيء Hello? Parker? Parker! What the fuck? Let's go to the car. Let's go to the car. Go! Dude, go, go! I am, dude, I am. What the hell was he doing down there? I don't know, dude. I don't know. His skin was peeling off, dude. Is that where he took his daughter and his wife? Dude, I don't know. Listen, let's just go home now, okay? And then we'll sit down and we'll try to figure this out. Okay, whatever. Just drive. خوت بسلامة بارطاجيو الفيديو نتلاقاو فيديو الجاي انا ما لقيتش ما نقول تهلاو لي فراسكم